معاكم في حلقة مميزة جدا النهاردة، وهي حلقة عيد الأم. والنهاردة معايا جدتي وحبيبتي، وإن شاء الله إن شاء الله يعني نعمل حاجة لذيذة أنا وهي مع بعض، من الحاجات اللي هي بتعلمها لي على طول. ازيك يا نونا؟ أعلمكم حاجات من الزمن الجميل اللي احنا حضرناه، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يجعله من نصيبكم وتبقوا أحلى مننا إن شاء الله. علمكم حاجات بسيطة كده جميلة، وبالذات للوقت اللي احنا فيه ده، الحالة الاقتصادية ده يعني قليلة شوية، بس في حاجة بقى حلوة، الست الحلوة الشطرة بتغزل بقرن غزال. مش عايز أقول الكلمة التانية، بقرن غزال. فهتعمل إيه بقى؟ أعمل لكم أكلات حلوة قوي ورخيصة قوي، وتسعدي جوزك وولادك وتفرحيهم. نطلع فاصل نبدأ مع بعض. وصفات النهاردة، وهي وصفات إن شاء الله تطلع لذيذة وتعجبكم. هنعمل لحمة مفرومة، أو هنعمله بقى قالب اللحمة المفرومة محشي بالبيض المسلوق وحواليه الخضار اللذيذ، وهيخش الفرن ويطلع حلو جدا. ودي طبعا وصفة نونة،